أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرف اليوم ضيفنا حبيبنا أبو الحكم، والحلقة راح تكون عن المؤامرة اللي سواها يزيد ومعاوية لقتل الحسن والحسين. بالبداية خلونا نرحب بأخونا أبو الحكم. أهلا وسهلا فيك أبو الحكم. اهلا اخويا جان، اسلم عليك وارحب جميع المشاهدين بالتكست والمشاهدين اللي يشاهدون الحلقه. اهلا وسهلا فيك ابو الحكم، ونشوف اصدقائنا بالشات. طبعا كل هلا ابو حبيبي جاني زعلان، ابو عيون الوسيعه والخضريان، استاذنا كفاح، ارام، احمد، طبعا رياض، أحمد كمان، نسرين، كل الأصدقاء المتواجدين أهلا وسهلا فيكم. برندي أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا بكل العيون الذبلانة واللي ما هي ذبلانة كمان، يعني حتى اللي العيون الناشطة. على كل أصدقائي أبو الحكم، ليش اخترت الموضوع هذا؟ يعني لو تعطينا هيك مثل ما أقول مقدمة عن الحديثة، تفضل. طبعا أنا اختاريت الحلقة على اعتبار أنه لسببين. يعني إحنا نحكي عن صحابة الرسول، ومعاوية كان هو كاتب الرسول أصلا يعني، وريد نشوف أنه الصحابة شون كانوا يتصرفون صحابة النبي. ومن ناحية أخرى للتاريخ نقولها، الحسن والحسين تعرضوا لمؤامرة حقيقية. يعني هذا احنا بعيدا عن الدين نحكي، يعني انا شايف من منطقيا، واللي صار الاحداث اللي صارت علي والحسن والحسين فعلا تعرضوا لمؤامرة يعني. فحبيت اتطرق لهذا الموضوع، يمكن اخواتنا الشيعة راح يفرحون، بس انا اجي عليهم من منظور تاريخي فقط. يعني بالبداية حبيت أتكلم قبل ما أحكي عن الموضوع، ردت أحكي عن الأحداث اللي صارت قبل الاستلام معاوية، أو مقدمة ضرورية حتى نوضح هي كم سطر، يعني نوضح إنه شنو اللي صار. طبعا بعد التخلص من عثمان بن عفان بواسطة محمد بن أبو بكر الصديق اللي كان عايش ويا علي، لأنه علي متزوج أمه، لأن كانوا مستلمية يعني أبو بكر وعمر، وبعدين علي استلمها. يعني تزوجوها كثير، العباس الصغر كمان تزوجها، يعني كانوا مستلمين يعني مقاولة هاي أم محمد أبو بكر. وكمان كانت أصلاً عائشة أصلاً مشتركة يعني بهاي القصة. يعني كانت تقول عليه اقتلوا نعتلة على عثمان، وعندك الخوارج من جهة ثالثة. يعني صارت مؤامرة متفرقة، يعني مو باتفاق مشترك، يعني لا عائشة اتفقت ويا الخوارج ولا الخوارج اتفقوا مع محمد بن أبو بكر. المسألة صارت بعفوية مثل ما يقول، لكن الخوارج كانوا مخططين لهذه الشغلة. وطبعا لما توفى عثمان، اجى الدور علي من؟ على علي بن ابي طالب. فعلي لما استلم الحكم رادوا يتخلصون منه، فالخوارج سووا خطة محكمة انه يقتلون 3 اشخاص بوقت واحد، يقتلوهم. شلون هسه داعش يسوون عمليات بوقت واحد؟ ذاك الوقت هم كانوا يفكرون ايش تفكير. طبعا نجحت خطتهم بقتل علي وفشلت. طبعا اللي قتله هو عبد الرحمن بن ملجم، وفشل الحجاج بن عبد الله الصيرمي
وكنيته البرك مع معاوية، ما قدر يعني ضربه بس ما كانت الضربة قاتلة يعني، فنجا من المحاولة. وفشل أيضا عمرو بن بكير أبو بكر التميمي في قتل عمرو بن العاص، يعني كانت الخطة أنه يقتل عمرو بن العاص وجاي أم المسلمين بالمسجد، لكن عمرو بن العاص طبعا عمرو بن العاص كان بمصر، عمرو بن العاص كان مريض وما حضر الصلاة، وهو من ظن أنه الإمام هو عمرو بن العاص فذاك راح بالرجلين قتله، يعني عباله أنه هذا عمرو بن العاص فقتله الإمام أيا كان يعني اللي كان يصلي مكان عمرو بن العاص. إذن الخطة كانت أنه يقتلون ثلاثة، قتله واحد والثاني نجا منه بس يعني انجرح، والثالث أصلا ما كان موجود. هاي المقدمة الأولانية اللي حبيت أقولها. أبو الحكم، طيب خلينا نأخذ نبذة عن معاوية، من هو معاوية؟ يعني ابن أبو سفيان، حياته يعني بشكل مختصر إذا بتقدر تعطينا نبذة عن حياته. تفضل. أوكي، معاوية ابن أبي سفيان، الاسم هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي، من أصحاب الرسول وأحد كتاب الوحي، وكان سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس نقول ليش سادس، يعني أنتوا تعتقدون الخامس لكن هو السادس يعني، ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأول خلفائها. ولد بمكة وتعلم الكتاب والحساب وأسلم قبل فتح مكة. هاي يعني أقراها لأن هاي معلومات، فعلى مد هاي أحب أقراها قراءة. ولما استخلف أبو بكر الصديق والله قيادة الجيش تحت أمرة أخي يزيد بن أبي سفيان، وكان على مقدمته في فتح مدينة صيداء وعرقل، صيداء وعرقة وجبيل وبيروت. ولما استخلف عمر بن الخطاب جعله واليا على الأردن، ثم ولاه دمشق بعد موت أميرها يزيد. أظن بالحكم صيداء هي مدينة الصيدة وجبلة أظن. أيوة، من اللي مذكور مع جبلة وبيروت مذكور معها، كلها بمناطق بلبنان طبعا. لا جبلة بسوريا طبعا، جبلة بسوريا. لا اعتقد احتمال بلبنان مو. لا جبلة مدينة سورية، ولكن احتمال يكون في جبلاء او شيء من القبيل ب ما اعرف صراحة، ما بعرف يعني، بس صايرة عرقة. على كل تفضل. صيدا هو صيدا الصور اللي بلبنان يعني. المهم ثم يعني اللي تولى وراهم شو اسمه، فكان على يقول لك فكان على مقدمتي في فتح مدينة صيدا وعرقة وجبيل وبيروت. ولما استخلف عمر بن الخطاب جعله واليا على الأردن، ثم ولاه دمشق بعد موت أميرها يزيد. يعني هو من وقت عمر بن الخطاب شم ريحة الشام وما بده يتركه، حب ريحة الشام يعني، بعد موت أميرها يزيد أخوه توفى به. ثم ولا عثمان بن عفان الديار الشامية كلها، يعني صارت سوريا كلها جوائدها. الصور قبل كانت سوريا والأردن دولة واحدة صح جان؟ الصور بلاد الشام هي فلسطين، سوريا، الأردن، هالمنطقة هي بسموها. أيوة. وعلى فكرة يعني كلمة سوريا هي خريطة سوريا الحالية ما لا عمره 60-70 سنة يعني، من أي طبعا أيام الاحتلال الفرنسي، وطلع الاحتلال الفرنسي سوى شيء اسمه سوريا يعني منذ سقوط الدولة الخلافة العثمانية ودخلت فرنسا سوت شيء اسمه سوريا، ما كان في شيء اسمه وطن سوري يعني قبل الفترة.
هي أصلا يسموها بلاد الشام، يعني بلاد بالضبط الشام، بالضبط بالضبط. يعني كانت فلسطين والأردن وسوريا، يعني صور ال فلسطين، أردن، سوريا، لبنان، وكان في بلاد الرافدين اللي هي معروفة، العراق هلا هي. العراق ما كان بلاد الشام أعتقد. بلاد الشام لحالها، بلاد الشام، فما إيه كان في شيء اسمه فلسطين ولا لبنان ولا هي سوريا كانت الأصل سورية، كانت يعني مثل تقول العاصمة الرئيسية كانت سورية. نعم، إيه تفضل تفضل أبو الحكم، تفضل. شكرا. طيب، خلصت عن معاوية؟ لا بعد شوية بقى. طيب تفضل. ثم له عفان بن عفان ديار شامية كلها، وجعل ولاة أمصارها تابعين له. بعد حادثة مقتل عثمان أصبح علي بن أبي طالب الخليفة، فنشب خلاف بينه وبين معاوية حول التصرف الواجب عمله بعد مقتل الخليفة عثمان، إلى أن اغتال ابن ملجم الخارجي عليا، فتولى ابنه الحسن بن علي الخلافة. إذن الحسن هو الخليفة الخامس، يعني حتى في كثير يغلطوا يفكروا انه هو الخامس الخلفاء معاوية. حسن استلم 6 شهور، ثم تنازل عنها لمعاوية عام 41 هجرية وفق عهد بينهما، فأسس معاوية الدولة الأموية واتخذ دمشق عاصمة له. توفي بعمر 78 سنة في سنة 60 للهجرة. هاي نبذة مختصرة عن حياته. أشكرك أخوي أبو الحكم. طيب أبو الحكم، خلينا نروح على المعارك اللي معاوية مع علي. نبدأ معركة الجمل، أسباب المعركة، ويعني وندخل بعدين بصفين، معركة صفين، اوكي وبعدين نكمل. تفضل. اوكي طبعا معاوية إلى كان دور، هسه راح نذكره بمعركة الجمل. طبعا اشترك معاوية بهاي المعركة بصورة غير مباشرة، يعني بالتحريض، كان يحرض الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وبايعهم، قال لهم لو انتصرتوا راح اني اكون يعني ابايعكم على الخلافه. الحجه شنو؟ حجه هو طلب دم عثمان طبعا، وكانت عائشه على ركب القوم، يعني بدايه الناس اللي على ما يسموها اصلا معركه جمل، يعني كانت راكبه جمل. طبعا هو هذا مو موضوعنا، ولكن حبيت اذكر فقط الشغل معاوية الخفي من تحت لتحت حتى يعني يستولي على كل شيء، يعني مثل ما يقول يحرك الناس على بعض، ولما يقتلوا بعض هو يصير موجود، ويعني كان داهية. هذا معاوية داهية ومجرم ايضا كان، راح نعرف الشيء من خلال غدرة بالحسن. يعني أنا شايف، ولو أنا يعني من خلفية سنية ما يهمني لا سنة ولا شيعة، ولكن هاي التاريخ نذكره. يعني كانت يعني إيده ملطخة بدماء كثير، مو فقط الحسن، قتل كثير من الناس اللي مناصرين ل الحسن، والحسين ابن يزيد انتقم منهم كمان. فمعاوية يعني ما قصر مثل ما يقول. يعني إذا سألتني على معركة صفين راح أحكي عن الشوك كانت، ونحكي عن أسباب المعركة إذا تفضل أبو الحكم. خلينا نبدأ مع، يعني ما بعرف، معركة الجمل إذا حابب تحكي عنه بشكل موسع أكثر، بعدين نروح على معركة صفين أسبابها. صراحة معركة شوف الحلقة ما راح تكفي جان، لأنه أني مركز على معاوية ويزيد، فإذا أحكي عن معركة صفين معركة الجمل بالتفصيل فراح تضيع مني الحلقة. يعني خلينا نروح على معركة صفين أسبابها. أنا مركز على معاوية، حلقتنا هي معاوية ويزيد، فمعاوية ما كان مشترك مباشرة بهذه المعركة، فراح أركز على معركة صفين اللي هو اشترك فيها. تمام أبو الحكم، تفضل حبيبي، تفضل. شكرا شكرا. معركة صفين
هي المعركة اللي صارت بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان 37 هجرية بعد موقعة الجمل بسنة تقريبا على الحدود السورية العراقية، والتي انتهت بعملية التحكيم في شهر رمضان من سنة 38 للهجرة. طبعا أسباب المعركة، لما استلم علي بن أبي طالب الحكم امتنع معاوية وأهل شام عن مبايعته، يعني مبين يعني معاوية ناوي للشر يعني كان، فرفض إنه يبايع علي بن أبي طالب. فيقول حتى على أساس حشته إنه حتى يقتص من قتلة عثمان، هو لا يعم عثمان ولا بطيخ، هو أهم شيء عنده النوايا اللي براسه أنه يوصل للحكم، يعني أسرح يشوف الدسائس والإجرام اللي يسويه. هذول ما يفكرون جان، ما يفكرون لا بدين ولا بطيخ، دول عندهم أهم شيء الوصول للكرسي. يعني هو كان من كتاب الوحي وما نعرف إيش قد زاد عليه ونقص عليه، بس وإيش قد شاد شغلات اللي تخص علي. يعني نسمع من الشيعة أنه شال آيات كثيرة اللي تمدح بها علي، يعني سيان مو مهم، بس قصدي انه ما كان نظيف هو من بدايته. يعني طبعا تربية ابوه اصلا نجي عليها، يقال انه بال على قبر محمد بعد ما توفى. المهم حتى يقتص يعني من قتلة عثمان، فعلي بن أبي طالب دز عبد الله البجلي إلى معاوية يدعو للمبايعة، يعني قال له أريدك تبايعني. ولما راح جرير للشام فاستشار معاوية عمرو بن العاص، حكى وياه قال له شنو رأيك؟ قال لا ما تبايعه، وتجمع الجيش مالك وتروح تقاتل العلي. فحتى تروح الطالبة بأول شيء اقتصاص من قتلة عثمان، لأنه علي كان متردد أنه يقتص من قتلة عثمان على أساس أنه يريد الأمن يستتب، وذاك الوقت يبلش في اقتصاص من قتلة عثمان. وأنا أعتقد ما ماخذ علي ما كان ماخذ المسألة جدية ولا مهتم لهالشغلة يعني، فهذا العذر عذرهم يعني اللي سواه على أساس علي. طبعا المعركة كانت بين معاوية وعلي، كانت كروفر يعني بين الطرفين، تشوف أي يعني بلشت المعركة يعني، فكانت المعارك كروفر، مرة تشوف جيش معاوية هو اللي ينتصر، تشوف مرة جماعة علي هم ينتصرون، يعني صار قتال كبير جدا ماتوا فيه كثير من الناس. طبعا هذا يشوفنا جان انه لا اكو مسلمين ولا اكو حرام قتل المؤمن ولا نسوها، كل هالاشياء نسوها يعني. فطبعا استمرت المعركة 9 ايام بين كر وفر من الطرفين. فبالاخير يعني مثل ما يقول تقريبا سيطر شوية على الوضع، لما شاف معاوية يعني انتصارات علي على جيشه. أنا يعني دخلت رأسا للمعركة جان، لأنه المفاوضات والكلام وهالأشياء يعني ما تهمني يعني، لأنه تطول الشغلة كثير، فأني أعرف وقتي محدد. المهم الاستشارة حكى ويا معاوية بن أبي سفيان، ولما شاف الوضع صار صعب عليه معاوية، اجى يم القائد مالك الأشتر مع مجموعته
وعمرو بن العاص قالوا خلينا نسوي خطه انه نخلص من هذا المازق اللي احنا به. فايش سوى عمرو بن العاص؟ سوى خدعه ويا علي. ايش سوى؟ قال ارفعوا المصاحف، هاي معروفه هاي قصه رفع المصاحف. رفعوا المصاحف على سنة الرمال. رماح. ايش قلت ثاني؟ رمال. عفوا الرماح. تربطنا نبلش ها. اي انت صححني، انا يعني اقصد الرماح فيجي رمال. رفعوا المصاحف على سنة الرماح، معناته انه القرآن هو اللي راح يكون حكم بيناتنا. فمن بهالخدعة سووه على علي حتى علي بطل يقاتل فيهم يعني. طبعا جوي تقريبا 20,000 20,000 من جماعة معاوية شايلين مصاحف، كلهم صاروا مؤمنين، كلهم شايلين مصاحف وشايلين على رؤوس الرماح يعني، على رؤوس كل واحد على الرمح مالته يعني. ف يعني مثل ما يقول يعني اسودت وجوههم من الجباه ومن السجود والصلاه والخوف، وانا شايفه كله يعني مثل ما يقول احنا نسميه كلاوات يعني، يعني بس يشوفون نفسهم على اساس ملتزمين، وشافوا وضعهم مو يعني صعب صار، فقالوا خلينا نحكم بالقران. طبعا جوي جماعة من القراء هم مثل يعني يتقدم الجيش اللي موجود مع معاوية، كانوا القراء قراء القرآن اللي صاروا بعدين خوارج، اللي يسموهم الخوارج، الخوارج اللي حاولوا يقتلون علي ومعاوية وعمر بن العاص. فذولا كانوا جدا متشددين ذول الخوارج. فالمهم بهالوقت كانوا بعدهم مع معاوية يعني. بعدين ايش قالوا؟ قالوا يا علي اجب القوم الى كتاب الله اذا دعيت، والا قتلناك كما قتلنا ابن عفان. يعني جاي يعترفون انه قاتلين ابن عفان، فوالله لنفعلنها. هم طبعا هم الخوارج اللي قتلوا عثمان، لهم يد بالمساله، الخوارج ومحمد بن ابو بكر وعائشه، اشتركوا يعني ناس مو باتفاق مشترك، ولكن الاصل بيها هم الخوارج كانوا، ومحمد بن ابو بكر هو اللي بايده قتل عثمان بن عفان. المهم وإلا قتلناك كما قتلنا عفان بن عفان عثمان بن عفان، فوالله لنفعلنها إن لم تجيبهم. فأجابهم علي ويحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه، فقالوا فابعث إلى الأشتر ليأتيك، يعني راح يجيك الأشتر من جماعة اللي استشارة معاوية، قال راح يجيك وراح نسوي يعني اتفاق بيناتنا. وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على عسكر معاوية ليدخله، فأصروا على رأيهم، وكان أمير المؤمنين في هذا الموقف أمام خيارين، أما يكمل بالقتال واما يعني راح يعني ينتهون، يعني الطرفين يعني مثل ما يقول متساويين بالقوه، فراح الطرفين ينقضي عليهم. فايش سوى؟ قال فلقى انه يقبل التحكيم على انه اقل الشرور، يعني إذا يقاتل راح الناس من طرف وايموتون، فقبل علي بالتحكيم وترك القتال مكره طبعا. فتعاهدوا واتفقوا على أن لا ينقض أحد عهده يعني.
أو وإنهم سوف يذهبون لقتلهم أو يموتون، وتوعدوا أن يقتلوه شهر رمضان. يعني هم سووا الصلح صح، بس دبروا الجسمة الخوارج، دبروا مكيدة مثل ما قلت لك حتى يقتلون علي معاوية، وكتموا الأمر على الناس جميعا إلا القليل، ومن هؤلاء القليل من تاب وحدث بهذا الأمر. يعني اللي تاب، مثل الواحد يتوب عن قاعدة أو داعش يجي يحكي الجرائم اللي يسوي يعني. فالخوارج بعدين حكوا الخطة مالتهم، كانوا أشخاص قليلين. أنا أتصور جان الخوارج كان بيهم اليهود، يعني ما أعرف صراحة اليهود وكانوا داخلين من ذاك الوقت يعني بالأمور، يسلمون ولكن نفس الوقت عندهم شغلات ممكن. يعني أنت من أنصار المؤامرة الصهيونية منذ أزل؟ لا لا، ما هي مو مؤامرة صهيونية جان، أنا شايف أنه حقهم صراحة، لأنه هم أصلا قتلوهم وشردوهم من بلادهم وجبروهم. اللي أنت بتعتمد عليها بتخمينك هذا يعني؟ لأنه صراحة قريت في مكان أنه الخوارج بهم بعض الزعماء من الخوارج كانوا بالأصل يهود يعني، ويعني صاروا مسلمين. لكن أنا يعني حتى لو هم مسوينها أنا ما متأكد من هالشيء، لكن قريتها حتى إذا ما مسوينها يعني أنا أعطيهم الحق، لأنه هم أجبروهم يتركون دينهم، ما يصير دين يجي يترك الدين آخر. هو كله إحنا نحكي تاريخيا، ما لنا علاقة بالإلحاد الآن، يعني ما نربطه بالإلحاد، إنه أنت تكون على الدين ومذهب ويجي واحد آخر يطيرك منه، لو يقتلك لو يسبيك لو يجبرك تسوي ويشردك من المناطق اللي أنت موجود بيها. محمد طرد اليهود من كل الأماكن وتجارتهم وأموالهم كلها قضى عليها، هم شو يسوون يعني يتفرجون مثلا؟ أكيد يحاولون يأخذون حقهم مثل ما يقول. المهم بكل تأكيد حقهم، يعني هذا الشيء بالنهاية حق يعني على كل انفضل. أي ف وفعلا توقف القتال بيناتهم وتحرك علي للكوفة، وتحرك معاوية بجيشه راح للشام، وأمر كل فريق منهم يطلق الأسرى الفريق الآخر، كل واحد أخذ الأسير ماله وكل واحد اتجه البلدة. طبعا هاي المعركة شايف قبل كانوا الناس يعني قليلين، مو مثل هسه يعني جيوش، هسه احنا النفوس زادت وش اسمه، بس راح بيها المعركة 70,000 شخص، وما يسموه شهيد، قتل من طرفين 70,000 شخص جان. فمن أصحاب معاوية مات 45,000، ومن أصحاب علي 25,000. واو، 75,000 شهيد. طبعا 70,000 ماتوا من الطرفين. 70,000 يعني بصراحة هذاك الوقت يكون هالرقم هذا شيء خيالي يعني بالنسبة لعدد السكان اللي كانوا متواجدين يعني بمنطقة الصحراء على الأقل يعني. طبيعي. طيب يعني مين إذا كان عم بيقولوا شهيد، طيب مين المو شهيد يعني؟ هلا النيح اللي سألت السؤال سؤال ذكي وجب محل، أنا راح أشرح يعني أنا راح أشرح وجهة نظري بهذا الموضوع يعني. زين، احنا نعرف الحديث النبوي يقول اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. طبعا هاي الحديث موجود وراوي البخاري ومسلم. طبعا فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. فحسب هذا الحديث اذا كلهم يكونون اللي ماتوا كلهم بالنار، يعني تجيه منطقيا لأنه المسلم ما يصير يقاتل مسلم على أساس، فالقاتل المقتول راح يكونون بالنار على حسب هذا الحديث، لأنه كل واحد كان حريص على أنه يقتل صاحبه، واثنين كانوا مسلمين وكانوا صحابة يعني. وراح نجي على شغلة أخرى هسه،
يعني بحسب هالحديث هذا، يعني هلا الموجودين اللي عم بتقاتلوا مثلا العلوية والسنة، الشيعة والسنة، كل هالناس هاي كلهم بالنار، يعني على حسب الحديث النبوي يعني. اي طبعا، ومو بس هذا، يعني المشكلة هذا يعني محمد والإله المعتوهين يجيب لك شيء مضاد لهذا الشيء. يعني مثلا عندك من ناحية أخرى يقول لك أكو 10 مبشرين بالجنة، ومن ضمنهم، طبعا أنا تأكدت من هذا الموضوع، من ضمن 10 المبشرين بالجنة علي وطلحة والزبير. علي طلحة والزبير انقتلوا بمعركة الجمل، كانوا مشتركين معركة الجمل اللي صارت اللي كانت فيها مشتركة شو اسمها عائشة، يعني جاية ويا الناس اللي يقاتلون، وكان طلحة والزبير يقاتلون علي، كانوا فذولا ماتوا بالمعركة، وهم اثنين هم المبشرين بالجنة وعلي مبشر بالجنة. زين ذولا لما تقاتلوا الله ايش راح يسوي؟ راح يدخلهم، لانه هم متقاتلين ويا الاخ يكونون بالنار المفروض، يعني برايك راح يدخلهم بالنهار بالجنه وبالليل بالنار؟ يعني شو راح يحل هاي الله؟ يعني تعرف يعني من ناحيه يقول قاتل مقتول في النار، زين من ناحيه اخرى مبشرين بالجنه، ما افتهم راح تدخلهم الجنه لو راح تدخلهم النار. يعني بصراحه انا بس هون اتمنى من اخوتنا المسلمين انه يفكروا شوي بالمنطق، انه نحن ما قصدنا نجرح حدا، ما قصدنا نجرحهم، لانه بنعرف يعني بشكل جيد انه هالديانه هي وهالعقيده هي بتمثل لهم هويه واكثر من هويه، ثقافه كامله، يعني بتمثل انتماء لهم. بس اتمنى يفكروا فيها، لانه كل الملحدين اللي تركوا الاسلام كان نفس الشيء، هالشعور هذا عندهم، والإسلام يمثل لهم الانتماء، يمثل لهم الهوية. برغم ذلك اكتشفوا الحقيقة وقدروا بتدرج يتنازلوا عن هالهوية هي اللي أصلا هي يعني سبب بلاوينا للأسف الشديد. تفضل بالحكم. شكرا. يعني كلامك مضبوط، يعني هو احنا شنو اللي خلانا نترك الأديان غير الأشياء اللي نشوفها، نشوف غلط منا، تشوف العبودية بقت، تشوف الظلم اللي موجود ومحمد مسموح لك كل شيء والباقين لا. فاحنا دراسة سويناها طويلة إلى أن يعني أنا بالنسبة لي يعني عانيت الى ان تركت الدين، لانه عندي من ناحيه خوف وعندي من ناحيه اخرى عقلي ما قابل هالشيء. فاجا وقت وتركته. المهم يعني المعركه اللي صارت، يعني صح علي ما قتلهم بيده، لكنه باوامر من ايد علي انقتلوا طلحه والزبير. يعني هل الله حيدخلهم النار لو يدخلهم الجنه؟ ف الفقهاء، انا بلكي راح احب اسمع راي الفقهاء بهذا الشيء، يعني ايش راح يقولون عن هذا الشيء. طبعا انا اعرف راح يلفون ويدورون مثل عوايدهم ويطلعون احنا غلطانين. احنا نسال سؤال منطقي، مسلمين قتلوا بعض راح يروحون للنار، حديث واضح. ومره اخرى اكو 10 مبشرين بالجنه من ضمنهم قاتلوا بعض علي وطلحة والزبير، نريد نعرف راح يدخلهم الجنة لو النار. بلكي الآية حتى الناس اللي ما يعرفون أذكرهم، الآية 9 من سورة الحجرات تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخر الآية. زين المن راح يقاتلون؟ يعني هسه جيش علي وجيش يزيد تحاربوا بحسب الآية هاي، انت راح المن تساند جماعة علي لو جماعة معاوية؟ وياهو اللي صح، وعلى اي اساس يكون صح هو؟ يعني ياهو اللي حتى تفيء الى امر الله، ما عرف من ماشي بامر الله، معاوية لو علي؟ يعني اتمنى هذا السؤال من الشيوخ يجاوبون عليه. يعني هاي كانت المعركة الجمل. طيب أبو الحكم، خلينا
بس دقيقة واحدة أصل قصدي معركة صفين عفوا. معركة صفين. طيب خلينا نشوف قصة استلام الحسن للخلافة يعني بعد وفاة أبوه الصلح مع معاوية، شو القصة هي؟ يا ريت تحكي لنا عنها. أوكي. طبعا راح نحكي عن استلام علي للخلافة وقصة قتل معاوية الحسن بالسم، هاي أول مؤامرة طبعا من الأب معاوية على الحسن أخو الحسين، وبعدين نجي وراء كيف يزيد قتل الحسين. طبعا بعد قتل الخليفة الرابع علي استلم ابن الحسن الخلافة واستلمها لمدة 6 أشهر، كان هو الخليفة، فيعني هو أصلا معاوية ما خايف من أبوه، كان وحارب أبوه يعني، فيهم الحسن، والحسن كان إنسان مسالم يعني، فجاب معاوية جاب جيش تقريبا 60,000 محارب يعني جابوا إياه حتى يضم العراق إلى دولة الخلافة اللي هو يعتبر نفسه خليفة المسلمين بالشام يعني. ف يعني فلما شاف الحسن الوضع ايشي يعني يقال انه مراد يريق الدم او خاف او مراد يريق الدم، المهم انطى تنازل بالخلافة المعاوية بن ابي سفيان، سووا معاهدة وشرط، انه الشرط انه معاوية اذا توفى يستلم الحسن، هو يستلم الخلافة، وإذا توفى الحسن قبل معاوية يستلم وراء الحسين. يعني إذا معاوية توفى قبل الحسن يستلم حسن، وإذا حسن مات قبل معاوية يستلم الحسين بعد معاوية. يعني معاوية أخذ وقتل الجوز يعني. طب خليه شو قصة قتله للحسن، كيف قتله معاوية للحسن؟ هسه راح نجي عليه، بس حبيت أوضح إنه عفوا فكرت خلصت يعني، تفضل. لا لا، لأنه سووا هذا المعاهدة بيناتهم حتى يعني هو ظنا منه حسن إنه المعاوية راح يقبل بهاي الشرط والاتفاق اللي سووه، فلكن طبعا معاوية ما راح يسوي هالشيء، فشلون راح يعني يملص من الخطة؟ خطط انه يقتل الحسن حتى ما ينفذ وعده وينطي الخلافة اليزيد. يعني طبعا ما اكتفى معاوية بلعن يعني مثل ما يقول، لم يكتف معاوية، لعنه الله، يسموه هاي الشيعة يسموه لعنه الله، بالصلح مع الإمام الحسن، بل حاول قتل الإمام الحسن والقضاء عليه، فدس إليه السم 3 مرات ونجا منها. يعني 3 مرات حاول يقتله قبلها المرة ونجا منها، أما ناس آخرين أكلوا الأكلة أو أكلها وممات يعني الأكلة اللي بها السم ما أعرف، بس المرة الرابعة طلب معاوية سم قاتل يعني من ملك الروم مخصوص، دز ناس على ملك الروم حتى يدز معاوية المعاوية، فتسم يعني قوي جدا، وحكى ويا من واتصل بجعيدة. في نقطة أبو الحكم يعني يعني معاوية انه يعني عنده كومة رجال بالآلاف او مئات الآلاف وكان يحكم بلاد الشام كاملة تقريبا، يعني هل هو كان عاجز انه يعمل سن يعني حتى يبعث؟ لا طبعا. طب شوف جان، المسألة هو ما يريد يطلع خايل للعهد، هو مسوي اتفاق ويا الحسن، شلون يملص من هالاتفاق؟ يقول اذا مات الحسن يستلم الحسين، وهو راد يتخلص من اثنينهم، لكن بالبداية تخلص من الحسن حتى يقول لك راح يعيره، يقول له انت سويت ويا اتفاق يعني، فهو راد يقتله بصوره غدر يعني،
هو يقدر طبعا يجتاح العراق كله يعني مهم، لكن هو راد يسويه. القصد انه يطلب من ملك الروم مثلا سم، يعني هو ما بقدر يصنع سم. يقول اريد منك سم، ياخذ من عنده سم، شنو يعني شيء ما ملك الروم ينطي سم طبعا. فهو الخطه يسويه بحيث يسوي الجريمه ويكون بعيد عنها، هذه المساله جان. هو يقدر يجتاح العراق كلها يعني، لكن هو راد يخلص يملص من المعاهده فقط، قال لك خلي اقتله وما حد يدري بيه يعني. فاتصل بجعيده او جعده بنت الاشعث، ف حكى وياها، هي زوجه الامام الحسين، وعدها معاوية قال له إذا قتلتي للحسن وصرتي أرملة أخلي ابني يزيد يتزوجك. فهي وافقت على هاي يعني على هاي الخطة اللي سواها معاوية أملا أنه تصير زوجة يزيد يعني. فحطت له السم بالأكل، فطبعا مات. طبعا مذاكرين مسائل شلون اجى الحسين عليه وجا أخته وش اسمه وما أعرف إيش المسائل، أنا ما أحب أتطرق لها لأنه ما يهم، أنا عندي المهم الأفعال اللي صارت يعني. فالمهم قتلته وراحت على معاوية قالت له أنا قتلته، أريدك هسه توفي بوعدك وتزوجني من يزيد. قال لا، أنا أخاف على ابني، أنت إذا سيد شباب أهل الجنة ما رحمتي وقتلتي، شو راح ما تقتلين ابني؟ قال إذا ذاك ضحيتي بي فابني أسهل الضحين بي إذا واحد يدفع لك. فقال له يعني أقلبي يعني ما بيها مجال يعني. بكل تأكيد بكل تأكيد. بس عندي تعليق من الأخت كاميليا عم تقول بالنسبة للعشرة المبشرين بالجنة بيقولوا علمائهم حديث ضعيف، بيهربوا من الجواب بهالطريقة هي إنه حديث ضعيف، فشو رأيك أنت؟ لا طبعا العشرة المبشرين بالجنة حديث صحيح ومتفق عليه أمينة، هذا مو بكيفهم، مو حديث ضعيف، مروي من كذا طريقة يعني. إذا يردون أنا أقدر أجيبه من اللي عارف أنه متفق عليه، أقدر أجيبه من طرق أخرى، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، بقي من شيوخ كثيرين أنه هذا الحديث معروف العشر المبشرين بالجنة. طبعا الخلفاء الأربعة وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فأم عشرة يعني بالتفصيل ما أتذكرهم، بس ذكرت سبعة ثمانية تقريبا. لا هاي موجود هذا الحديث أكيد. بس الأخت كاميليا كانت عندها الملاحظة هاي، على كل نفضل بالحكم مو مشكلة نحن نقدر. أظن يعني خلصنا نحن من مقتل الحسن، خلينا نروح نشوف مين يزيد اللي لا يعني بعدي صراحة ما مخلص، لأن أكو نقاط مهمة أريد أذكرها هنا. تفضل أبو الحكم تفضل. طبعا جعدة قتلت شو اسمه، طبعا فراح اختصر ما دامك شايف الوقت، هو بس مشان الوقت لانه يعني ما بقى معنا وقت كثير وبدنا اسئله من الاصدقاء. بس اريد اقول لك رادوا لما رادوا يدفنوا، فالحسين شال الحسن وشالوه، رادوا يدفنوا جنب قبر محمد. فأقبل يعني إجا مروان بالحكم دخل على عائشة قال لها ترى يردون يدفنون يعني الحسن جنب أبوك ومحمد، فما راح يبقى أي فضل لأبوك. فهي جمعت بني أمية قالت هالشي ما يصير، مستحيل أخلي يدفنون، يقول أيدفن عثمان بأقصى المدينة ويدفن الحسن عند قبر رسول الله. عائشة طبعا رفضت هذا الشيء، طبعا هاي أحد الأسباب اللي خلى
انه يكرهون عائشة. يعني هي رفضت حتى الحسن يندفن ويا شو اسمه ويا محمد يعني. وقالت صاحت تنادي الله الله يا بني هاشم لا تدفنوا في بيتي من لا أحب، لأن قبل ما كان هي يعني القبر كان بيتها أو يم بيتها، فما كانت قابلة إنه أصلا هي تكره علي وتكره الحسن وحسين وأي شيء جاي من هالطرف هذا. فيقول الراوي الحديث ألم يقول رسول الله عن الإمامان الحسن والحسين من أحبهما أحببته ومن أحببته وأحبه الله ومن أحب الله أدخله جنات النعيم ومن أبغضهما أبغى عليهما أبغضته ومن أبغضته أبغضه الله. طبعا هذا الحديث لابن عساكر يعني مو نذكر الصفحة. ومن عندك رأينا في وجه رسول الله يوم الأيام رأينا في وجه رسول الله السرور، قلنا يا رسول الله لقد رأينا في وجهك السرور، قال وكيف لا أسر وقد أتاني جبريل فبشرني إن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما أفضل منهما. تاريخ ابن عساكر. المهم هذا في نقطة هون يعني سيد شباب أهل الجنة، هل بيئة طبعا نحن بنعرف أهل الجنة بمصادر إسلامية بيقولوا إنه 33 سنة هم كلهم شباب، فهل هناك شباب وختايرة كمان بالجنة يعني؟ ما أدري صراحة، هاي ما هو أصلا اللي عرف الحديث على أساس إنه أي واحد إذا كان شايب أو طفل راح يتوفى راح يولد يعني بأجمل وقته، يعني الطفل أعتقد يبقى هو الطفل حسب ما أعرف، ولكن الشايب يعني الختيار راح يرجع شباب يعني بعز شبابه يكون 20 سنة لا بالجنة. المعروف يعني المعروف الله يحقنه بإبرة يحمل الشاب. لا هو معروف أنه 33 سنة يعني أخذوها بعمر يسوع الدلوع لما توفى ب 33، ف 33 هم أعمار أهل الجنة. بس طيب زينة شباب أهل الجنة والسيد السياد شباب أهل الجنة، يعني هل هالحديث هذا يعني حتى يعني أختنا الشيعة كمان بيأمنوا بهيك حديث أكيد، يعني هل هناك في شباب وختايرة كمان بالجنة؟ يعني شوي مغوشني حبتين يعني. كلهم يصيرون شباب. الحديث يقول كل الناس الختيار هم يرجعون شباب بالجنة. ما هو أصلا يربطون الختيار يربطونه بالقوة الجنسية، هاي الأساس عندهم، إنه هو يقدر ينبسط براحته، الشيء شاب ويقدر ينكح براحته، يعني إذا يكون ختيار مش راح يقدر يعني فيرجعون شباب يعني. أبدي أطعمي كفيت. على كل حال تفضل أبو الحكم خلينا نكمل بالقصة عشان الوقت ما يدرك. سألتني على قصة يزيد. طبعا نجي على قصة يزيد، أنا شوية يعني اختصرتها في كانت بعض المسائل الموجودة لكن مو مهم، المهم قلت أنا. طبعا لما توفى معاوية وحسن كان مقتول، وما قتل بس حسن، كان معاوية قتل ناس كثيرين اللي كانوا مع الحسن، قتل عمار بن ياسر، قتل نسيت أشخاص قريتهم بس أنا ما ذكرتهم هنا لأنه مو مهم، أعرف أنه أشخاص من اللي تابعين الحسن كلهم لقطهم واحد واحد. مثل ما يقول شلون أسأل لما خلصت الحرب العراقية الإيرانية الإيرانيين لقطوا الطيارين العراقيين اللي قصفوا إيران كلهم تقريبا كلهم لقطوهم كتلهم المخابرات الإيرانية، كان يدخلون على بيته ويقتلوا ياخذون عناوينهم واحد واحد. طبعا هو نفس الشيء، فمعاوية يعني لقطهم واحد واحد جماعة الحسن. المهم يزيد استلم الخلافة بعد وفاة معاوية، ولد يزيد عام 26 للهجرة وعاش مع أخواله لأمه فترة طفولته.
عندما طلق ولده الصحابي معاوية والدته ميسوم بن بحدل حكم يزيد لمدة 3 سنين فقط. توفي يزيد في حوارين ناصور بسوريا صح؟ ومات في 15 ربيع. حوران نحن بنقول عن حوران هالله. ايه هو نفسه حوارين حوران هو نفسه. واصلا حكم بالشام يعني. ومات سنة 15 ربيع الأول 64 للهجرة الموافق 11 نوفمبر 683 ميلادية. تفضل أبو الحكم. بس يعني أظن هلا نحكي عن معركة كربلاء قبل بعد. إن شاء الله مقولة كان قايله يزيد فترة حكمه يقول لا خبر انت سامع عنه اكيد لا خبر جاء ولا وحي نزل. يعني وهذا يعني يثبت لنا انه ما كان مصدقين محمد لا هو ولا ابوه ولا جده ابو سفيان. وحتى يقال انه ابو سفيان لما توفى محمد راح بال على قبره وقال سوف يعود الحكم لبني اميه. وطبعا صدق في قوله واستلم ال الخلافة ابنه وبعدين أحفاده. أبو الحكم ممكن مصدر الواقعة هاي إذا عندك قبره. صراحة أنا يعني سمعتها من مصادر ولكن ما أقدر أوثقها. يعني قريتها في كتب الشيعة وبس ما ذاكرين بها المصادر. ما يعني صراحة ما بحثت فيها كثير. بس أنا سامع أنه هذا الكلام قايل يزيد بن معاوية يعني. بس ممكن واحد يستوثق من الكلام اللي قايله هو أكيد يعني قايله هو أصلا. ما تذكر أبو سفيان لما قال ألم يأن لك تؤمن؟ قال لأني آمن إن الله واحد ولكن إنك نبي هذا عندي بيه الشك. عمر بن الخطاب قال لما أشيل رأسك من جسمك الشك راح يزول. فهو رأسا تشاهد يعني أبو سفيان أصلا ما مآمن. أكيد ربى أولاده أنه الغاية تبرر الوسيلة مثل ما يقول. فهم بقوا يعني. وبعدين يعني مباشر بعد وفاة محمد الأربعة الراشدين بما يحسبون 5 كمان كان الحسن معهم استلموا هن الحكم يعني استلموا كل شيء. لا هو أنا أحكي عن يزيد يعني عن أنا أحكي على بيت معاوية بن بيت طبعاً هو أكيد ربى ابنه معاوية أنه جهزه أنه يستلم الحكم يعني. فمعاوية سوى هالشيء وأنت تعرف فترة الأموية اللي حكموا بها آل بنو أمية حكموا فترة طويلة. فكانوا يومية كل جمعة يلعنون علي والحسن والحسين بالمنابر يعني. فعندهم هذا شيء مقدس كان. لما طبعا لما استلم يزيد الحكم اجى دور منه اجى دور الحسين حتى يتخلص منه. طبعا حضر لهذه المعركه حتى لو الحسين هو تحرك كانت خطه محكمه من قبل ابن زياد وش اسمه ويزيد انه يستدرجون الحسين راح نشوف شلون استدرجوه يعني. يستدرجون الحسين للكوفه وبعدين صار الحرب بكربلاء. المهم توجه يعني الحسين يعني اجى الدور عليه انه ليش سلموا ليزيد؟ يعني الاتفاق كان انه اذا توفى معاويه نحن نستلم لو الحسن لو أنا يسجى دور إلي يعني. فالحسين انغاض من هالمسألة وقاتلي لأخوه أمينة. فحضر نفسه حتى يعني يسوي معركة وياهم يعني. فتوجه وين؟ ترك المدينة اللي كان ساكن بها الطائف راح وين؟ راح للمكة حتى شي يسوي يجمع يعني معارفة وأقاربة حتى يسوي يجهز لمعركة كربلاء يعني. طبعا معركة كربلاء يسموها من واقعة الطف.
طبعا هي ملحمة صارت على 3 أيام يعني، وختمت في 10 محرم سنة 61 للهجرة اللي يوافق 12 أكتوبر 680 ميلادية. طبعا بعد ما توفى الحسين بعد المعركة سموه سيد الشهداء يعني. طبعا معركة كربلاء وتفاصيلها جدا مهمة للشيعة وأهم مرتكزاتهم الثقافية، وأصبح 10 محرم أو يوم عاشوراء يوم وقوع المعركة رمز من قبل الشيعة لثورة المظلوم على الظالم، يوم انتصار الدم على السيف يعني. يعني انتصار الدم على السيف يعني أنه إن قتلوا غدر يعتبرون منتصرين حتى لو قتلهم يعني. طبعا الحسين وصل مع أهله إلى الكوفة، طبعا أنا أشوف غلط إنه جاب أهله وياه يعني، مفروض كان يروح يقاتل وبعدين إذا انتصر يجيب أهله وياه، وإذا مات ما يعني يودي بهم إلى التهلكة يعني. المهم هو كان فكرته أخذهم وياه يعني. وطبعا بقى مدة راح وصل الحسين مع أهله للكوفة وبقي بها مدة يحاول يجمع المناصرين، هم كانوا أصلا دازيلة كتب أو رسائل دزولة يقولون تعال حارب إحنا راح نساندك، أهل الكوفة هم اللي غدروا بالحسين، جاي يدزوله رسائل يقولوا له، طبعا الكتب بالالاف، الرسائل بالالاف جت بالبدايه كانت 100 صارت 200 600 800 بعدين صارت بالالوف، يقولوا له الحسين تعال للكوفه حتى نقاتل اليزيد. ابو الحكم عندي سؤال، ما بعرف صراحه انا مدينه الكوفه هي حاليا شو موقع من العراق حاليا في الوقت الحالي، اي مدينه هي من المدن بالعراق؟ الكوفه قريبه من كربلاء عرفت، بس المعركه صارت بكربلاء يعني. لا مدينه الكوفه هاليوم اليوم بالعراق اسمها الكوفه كمان؟ اي طبعا الكوفه هي نفسها الكوفه. موجوده يعني لحد هلا طبعا، اصلا الامام علي حكم بالكوفه يعني، كان موقع خلافته بالكوفه كانت. تمام. انا بس لانه انا العصر الحديث حاليا انا ما بعرف شيء اسمه، هو كان مركز الخلافه وقت علي، لكن باعتبار انه المعركه صارت بكربلاء فصارت مدينه كربلاء اهم من الكوفه، لكنهم نفس القدسيه عندهم عند الشيعة، الكوفه كربلاء النجف هاي كلها القدسية موجودة عنده. المهم أنا رايح مرة، رحت الكربلاء أمين، رحت أمي كانت رايحة زيارة ورحت وياها يعني، ومرة كنت أمين عسكري أصدقاء عندي كان شيعة أمين راحوا، بس أنا وقفت بعيد قلت لهم حرام زيارة القبور، أنا راح انتظركم برا يعني. اي لما كنت داعش يا ايوه. اي فالمهم يعني الاهل صاروا يزيدون الناس اللي يطالبون الحسين يظهر يجي الكوفه، فاجى الكوفه يعني وقالوا له تعال حارب يزيد. كان ابن زياد هو من يحكم الكوفة يعني، ابن زياد طبعا هو هذا اللي قاد المعركة ضد الحسين يعني. فشوية شوية تناقص مناصري الحسين، ليش؟ لأن هو أصلا الخطة كانت أنه يجرون رجل الشسمة يدزول رسائل، وناس أصلا مو من مؤيدي فعلا يعني، هو كان اكو مؤيدي ولكن مو بهالكثره يعني، مثل ما يقول سوى له خطه يسحبوه يعني للكوفه، يسحبون الحسين حتى يتخلصون منه يعني.
فشوية شوية لما دخل الكوفة صار طوق بعد، صار بالكوفة بعد، فصاروا الجماعات يتناقصون يعني ساعة بالترغيب ساعة بالتهديد، يعني الناس اللي عرفوهم مؤيدين للحسين وأكو ناس وياهم أصلا، فشتتوا الناس اللي بأطراف الحسين. طبعا ضغوط كبيره سواها ابن زياد حتى يفكك جماعه الحسين وتشتيت الناس بكل الطرق يعني. طبعا رادوا يتخلصون من الحسين نهائيا، وتخلص شغله اسمها عائله العلي، يعني يردون يرادوا يكتون كل أهل الحسن والحسين يعني. يعني بهالطريقة طبعا التنسيق كان كله ويا يزيد بن معاوية، ف يعني ابن زياد حاول بكل الطرق يستفز الحسين ويجبره على الحرب يعني. فكان مثلا الحسين، بس الحسين بالبدايه موقع بالفخ ماله يعني، الحسين شاف الناس اللي باطرافه كلها انفضوا من حوله، ف ايش سوى شو اسمه ابن زياد؟ منع المي عنه، منع المي عنه وعن اهله، انه اهله واصحابه منع يشربوا المي حتى يسوي ضغط إضافي عليهم يعني. قال دز رسول الحسين، دز رسول لابن زياد، قال أنا أريد أرجع من حيث أتيت، يعني من المكان اللي أنا جيت منه أريد أرجع يعني بعد، لأنه شاف أنه ما حد بقى بأطرافه يعني. ففرض عليه يعني شروط تعجيزية يعني، وهالشغلة حتى يذله وحتى يجبره إنه يقاتل. فيعني قال له تروح تقبل إيد الجسمة وتقول إنه هو الأمير المطاع يزيد بن معاوية. طبعا الحسين ما قبل بهالشي يعني. هالمساومات استمرت لحد 9 من محرم يعني سنة 61 الهجرة. وباليوم العاشر بعد الحسين شاف ما بيها مجال ومسم حوله، وطبعا لما راد يطلع استشار شمر بن ذي جوشن اسمه، فاستشار ابن زياد استشار شمر، قال له لا، قال له ما تخليه يطلع، هذا اذا طلع راح يجمع لنا ناس اخرين يعني، فهي لازم نتخلص منه نهائيا يعني. ف طبعا صارت اليوم العاشر بدت المعركه يعني. طبعا اصحاب الحسين واقاربه اللي كانوا وياه، طبعا اعتقد 70 شخص بس بقوا وياه، كلهم استلموهم وقتلوهم يعني. حتى كان يردون يروحون يجيبون مي منعهم حتى يجيبون مي، يعني اللي راح يجيب مي راح قتله يعني، قال على الأقل نشرب النساء والأطفال نشربهم مي، ما خلوهم يعني. وطبعا واللي قتل شو اسمه الحسين مثل ما قلنا هو شمر بن ذي جوشن يعني، وقطع راسه للحسين ووضع على رأس الرمح وطاف فيه بكل مكان يعني، لزم رأس الحسين وعلق على الرمح وصار يفتر بالمناطق اللي مؤدية إلى الشام يعني، إلى مكان اللي بي يزيد. طبعا أوصل إلى الرأس والأسرى الجهالة طبعا كلهم حتى الأطفال الصغار ماتوا، بس بقى بيهم واحد بس اللي عاش، علي بن
حسن أعتقد، خلت أكد والله منو اللي نجا من المعركة يعني. أعتقد علي بن الحسن اللي نجا يعني، لا علي بن الحسين عفوا، علي بن الحسين الصغير اللي 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 نجا من المعركة، فلذلك استمرت الناس اللي هم استمر يعني، اللي هو فقط واحد بقى من الناس اللي هم يعني، فقط علي الصغير يعني ابن الحسين. المهم طبعا أخذوا رأس الحسين على رأس الرمح، وصلوه يزيد، والنسوان كلهم مكبلات كانوا يعني، وصلوهم كلهم عند يزيد، أخذوهم إلى المهم مو مهم هذا، يقول لك نصحوه ما يروح بهاي الطريق. يعني طبعا هذا يشوفنا انه الخطة المحكمة اللي سووها يعني، معاوية تخلص من الحسن بوضع السم له، وحاول عدة مرات يقتله حتى يملص من المعاهدة اللي سووها. والحسين لما طالب بالخلافة استدرجوه للحسين الكوفة، وصارت المعركة كربلاء وقتلوا فيها، أصروا على قتل الحسين، وحسين كان يريد يرجع مرة أخرى للمكة يعني، يأخذ أهله ويروح يعني، عطشة وراده يموتون من العطش يعني، فما تركوا وسووا الخطة اللي براسهم. وعلى مداية تشوف الشيعة يعني كل عاشوراء يروحون يلطمون يقتلون نفسهم، ليش؟ لأنه يحسون بالذنب اللي هم اللي غرروا به، ولما إجا ما نصروا، فمقهورين على هذا اليوم، وتشوف عندهم هذا الشيء مقدس. طبعا هاي كلها أشياء مبالغ فيها الأشياء اللي يسووها، والناس يضحكون بينا علينا يعني بكل مكان على التصرفات، ولكن هم عندهم الإمامين أو ثلاثة أئمة مقدسين يعني، عندك الحسن علي والحسن والحسين. هاي يعني باختصار يعني، جان وعية قصة طويلة جدا، حكيت لك باختصار قتل معاوية والحسن. أشكرك أبو الحكم بصراحة يعني، أشكرك كل الشكر، الوقت هو شوي استدركنا مثل ما بقول صراحة. ما أعرف عاد إذا في أسئلة أو طبعاً أنا أطلب من أصدقائي اللي عنده أي سؤال يكتبوا على الشات، صديقي براندي راح يبعث لي إياه. بدي أسألك، في عندي سؤال خاص فيني يعني، اليوم نشوفه بعاشوراء ولا بهالمناسبات الشيعية بصراحة أنا ما بعرف وين بالضبط، بتلاقي في ناس عم تمسح أحذية ناس، شو قصة العالم اللي بتمسح الأحذية يعني؟ بتلاقي عم بتوصل للواحد عشان يمسح له حذائه يعني، صراحة ما أدري، بس أعتبره يعملوا خدمة للحسين يعني، تشوف ناس يمسحون أحذية ناس، ناس يقدموا مصرين يقدمون الأكل للعالم، يشربون العالم مي بإيدهم، يسووا حسنات، حتى يقطعون المئات الكيلومترات، يرفضون يروحون بالسيارات مثلا من مناطق الجنوب، تشوف من الناصرية، من العمارة، بصرة، كلها يروحون مشيا إلى الكربلاء، لأنه شنو يقول لك، كلها ينحسب له كل خطوة أجر ينحسب فيها، حتى يرفض يركب على جمل أو حمار أو حصان يعني، فتشوف يمشي مشي كل المسافات، وكل بهالطريق كله موجودين ناس ينطوهم أكل وشرب، ومثل ما أنت قلت يمسحوهم الأحذية، تشوفهم بالحرارة يشبون عليهم ماي، يبخون عليهم ماي حتى يكسبون فيها حسنات يعني، شيء مقدس عندهم صراحة. طيب خلي في مداخلة من بصراحة RAN، ما بعرف مين الشخص بصراحة هو. ألو
أخي جان، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا وسهلا أخي، أنا معك رانيا، ما بعرف ليش ما عرفت السكايب تبعي. رانيا، رانيا هاي. رانيا، رانيا، أهلا وسهلا رانيا، تفضلي رانيا. أنا شوي الصورة والاسم شوي متغيرين أظن. تفضلي رانيا. أوكي anyway، أول شيء تحية عليكم وتحية كبيرة لك أخي جان طبعاً وأخونا أبو الحكم، تسلموا، أنتم رائعين دوماً ونحن دائماً وراءكم. أشكرك رانيا، تفضلي. موضوع اليوم أظن شوي تاريخي وفيه معلومات على الحسن والحسين وعلى موضوع بداية الانقسام داخل المجتمع الإسلامي بين الشيعة والسنة. أنا أعتبر طبعاً موضوع مهم جداً، حتى يعني أشجع أصدقاء آخرين على قنواتهم أن يطرحوا مواضيع مثل هيك، مواضيع مثل هذه بين الشيعة والسنة وكيف بدأ التنظيم، لأنها ترجع طبعاً إلى عصر قديم جداً منذ وقت النبي كما يدعي بعض المؤرخون. أنا دائماً أعطي فقط رأي المؤرخون، لأن في مؤرخون يقولون أيضاً أن شخصية محمد تاريخية يمكن أن تكون أسطورية، يعني لا نعرف، لأنه مثلاً الباحثون اليوم وجدوا فقط أنه حتى إلى عصر معاوية، معاوية في فلسطين، قبل ذلك لا يوجد أي أدلة على وجود محمد. سو بالأدلة صعب أن نتفق، ولكن مواضيع تاريخية مهمة، وأن تطرح موضوع كيف انقسم الشيعة والسنة طبعاً موضوع كبير جداً. قتل، أنا في نظري أنه المسلمون اليوم ما زالوا في هذا النطاق الضيق في التفكير، أنه شخص ضدي لأنه يخالفني في رأيي وهيك أشياء يعني. أشكرك رانيا، أشكرك جزيل الشكر، شكرا رانيا، شكرا. طيب في عندك أي تعقيب أخوي بالحكم؟ طبعا الكلام اللي قالته وجهة نظر رانيا يعني تحترم، يعني هي تقول إنه ممكن تكون شخصية محمد غير موجودة. أنا برأيي أختلف مع بعض الناس اللي يقولون شخصية محمد غير موجودة. أنا أعتقد أنه الشخصية كانت موجودة، ولكن صارت فيها إضافات وتنقيص من الشغلات، يعني فممكن آيات شالوا منها لمصالح خاصة عثمان ومروان بن الحكم ومعاوية، سواء كل لصالحهم غيروا التاريخ مثل ما يقولوا، ولكن أعتقد شخصية محمد كانت موجودة. وفي شخصيات أقدم من محمد والتاريخ يحكي عنهم، يعني ليش تطلع شخصية محمد وهمية؟ إحنا إذا نقول شخصية محمد موجودة هاي مو معناته أنه صحيح، لا. وطبعاً محمد مثل ما شرحنا بحلقة مع الأخ سال أنه كان مصاب بصرع الفص الصدري، وهذا الشيء يخلي الإنسان يتخيل أنه يحكي مع أشخاص غير موجودين. بالبداية محمد كان يتصرف على هذا الأساس، يعني إنه الأوامر جاية من الله والملائكة والشغلات، ولكن مع الوقت عجبتها اللعبة محمد، صار يسوي شغلات وعاوز تأييد من الإله، يجيب آيات يعني تأيد اللي عمله. يعني شكرا رانيا للملاحظة والاشتراك، يعني أنا هذا رأيي. على كل حالة بالحكم، يعني أنا ما أظن إنه شخصية محمد كانت موجودة ولا غير موجودة بتهم بقدر ما التعاليم اللي عم نتعامل معاها اليوم. يعني المشكلة ما نحن شخصية محمد إذا كانت موجودة أو غير موجودة بصراحة ما بتهم كتير، لكن المهم أكثر إنه نحن عم نتعامل مع تعاليم موجودة في كتاب اسمه قرآن وفي أحاديث وفي في في أشكال ألوان. من باللي مات من 1400 سنة إن كان موجود أو ما كان موجود، الفكرة أنه في تعاليم خربت بيوتنا، تسببت في حروب لحد من 1400 سنة لحد الساعة هاي تتسبب بحروب، ففي ضحايا أطفال، في ضحايا، في أخلاق، في كل شيء مخروبة، يعني منظومة مجتمعية مهترية من هذه التعاليم. لذلك اللي بهمنا هالتعاليم هاي الموجودة حالياً. يعني
طبعا احنا قلنا اذا سواء شخصية محمد حقيقية او غير حقيقية، المهم اجى من وراء اذى للناس، والمجتمعات الحالية والقديمة وحديثا كلها تأذت من وراء الشيء، لانه محمد انتشر بالبداية بالدعوة الطيبة، ولكن لما شاف ما يوكل خبز مثل ما يقولون، عمل انتشر بالسيف يعني. ف خلينا ناخذ نوفا مان. نوفا مان تسمعني؟ الو، اهلا وسهلا، تفضل. اهلا بك واهلا بالحكم. وينك من زمان ما اتصلت على البرنامج، شو القصة؟ حبيبي هو بس ولا يهمك ولا يهمك، تفضل حبيبي تفضل. على موضوع الحلقة، يعني أنبه بس إني على حسب رأيي البسيط، أنا من سن كده 17 سنة فكرت اللي هو إحنا ليه أهل السنة يعني ما نعرفش حاجة عن الفتنة الكبرى اللي حصلت يعني. فدخلت قعدت قريت شوية وقريت شوية في كتاب بحر الأنوار بتاع الشيعة. مش كل الحاجات فهمتها، في حاجات كتير ما فهمتهاش، بس قريت كمان ان الحسين قابل الحسن البصري وقال له كيف تجد اهل الكوفه، قال له وجدتهم قلوبهم معك وسيوفهم عليك، فنصح ان هو يرجع تاني وقال له انت هتروح هتموت هناك وانت واخد اهلك تعمل بيهم ايه. انا بصراحه لحد دلوقتي مش فاهم هو ليه كان واخد اهله، يعني حتى لو هو كان بيقول والله ما خرجت قشرا ولا بطرا ولكن اصلاح في أمة جدي، فتطلع ليه بنساء وأطفال، ومش قادر أفهم يعني. بس برضو اللي شدني برضو في قنوات الشيعة إن هم عندهم كم من الغل والحقد على أهل السنة غير طبيعي، يعني دايما يشوفوا أي واحد سني على إن هو شخصيا هو اللي قتل الحسين. يا جماعة إحنا ملناش دعوة، يعني أهل السنة كلهم ملهمش دعوة، دول ولا أنتوا الحسين ولا هم معاوية، يعني خرجونا احنا من الصراع ده، خلونا احنا نعيش. يعني مش هتفضل مقتل في بعض عشان خاطر شويه، يعني عشان خاطر ناس ماتت من مش عارف كام سنه. فانا مش ملزم بده، انا ما فيش في رقبتي دم علشان خاطر اتعاقب عليه، يلا سهرات الحسين وهنجيب حق الحسين. ايه يا جماعه في ايه؟ على كل حبيبي نوفامان، يعني المشكله مثل ما قلنا، المشكله ما هي بالاشخاص، المشكله بالتعاليم. صفت المشكلة، صار في تعاليم مقدسة، وهي هي يعني ما مضى مسألة الأشخاص ماتوا من 1400 سنة وعظامهم صاروا مكاحل يعني، بس في تعاليم موجودة يعني، هذا هي المشكلة الكبيرة عندنا. والاثنين مش عايزين يوقفوا كر البعض، يعني الاثنين في يعني عايزين يخشوا في حروب مع بعض علشان خاطر هم الاثنين يفنوا بعض، علشان خاطر ناس في 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 المدافن تتبسط وتفرح. ده انا مش فاهم بصراحه يعني. وحكايه التطبير اللي هو يجيبوا الاطفال وهم نفسهم يقعدوا يضربوا نفسهم بسيوف وخناجر وخطاطيف، يعني ده منظر بشع، منظر بشع اللي بيحصل في كربلاء كل سنه. للاسف الشديد، للاسف الشديد. طب اشكرك اخوي نوفا، اشكرك. تفضل. اشكرك طبعا، وحابب بس احييك واحيي يعني اخي الكبير ابو الحكم، هذا الرجل أعزه كثيرا وأحترمه كثيرا. أشكرك جزيل الشكر، أشكرك. شكرا لكم. سلامات سلامات. أبو الحكم، إذا في عندك أي تعقيب تفضل حبيبي. أولا شكرا للكلام الراقي اللي قلته بحق جاني وبحقي أخويا نوفا، أخويا الصغير نوفا. شوي صوتك متغير، أعتقد عندك زكام أو هكذا شيء، أتمنى لك الصحة يعني. الشغلة الأخرى اللي ذكرها، يعني فعلا أنا قريت هاي المعلومة أنه الناس كثيرين، ليس فقط الحسن البصري، الناس كثيرين قالوا له للحسين ما تروح، ترى أنت إذا رحت بعد ما ترجع يعني. فهو أصر أنه يروح لأنه جدتها الرسائل مثل ما قلت لك، وانخدع بالناس، ومثل ما قلت لك استدرجوه يعني حتى يقتلوه. ومسألة الشيعة والسنة والتفرق اللي احنا بيه، يعني نتمنى هذا الشيء يختفي. احنا فعلا
لا ناقة لنا ولا جمل بهذا الشيء يعني، وأصلا إحنا ما نعترف لا بشيعة ولا سنة، ولكن نتمنى أنه يخلصون من هالمشاكل والخلافات اللي لا تودي ولا تجيب يعني. بكل تأكيد أشكرك أخوي أبو الحكم، وأشكر أخونا نوفا مان على اتصاله. طيب معنا حسين، أظن معنا الحسين ذات نفسه. تفضل أخوي الحسين. يا هلا بيك، متشرفين بيك أستاذ جان وبالضيف العزيز أبو الحكم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك، تفضل. أنا عندي تعقيبين بصراحة، ما تابعت الحلقة من البداية، بس عندي تعقيب على آخر اتصالين اللي هي البنت وتعليق أبو الحكم عليها. تفضل. طبعا بالنسبة لمحمد، أنا من المسلمات عندي إنه كان شخصية موجودة طبعا. ثاني شغلة اللي هي موضوع إنه كان عنده مرض، هذا اللي يتكلمون عنه بزيادة هذا الموضوع. يعني ما ادري اذا كان في مجال انه يكون في لقاء بيني وبين الاستاذ ابو الحكم على اساس نناقش هذا الموضوع، موضوع مرض محمد، لاني اعتقد هذه الكلمات اللي يقولون فيها يتكلمون فيها عن مرض محمد دائما تكون نابعه من مشاعر سيئه تجاه الشخصيه، مو مشاعر، مو موضوع حقيقي يعني. لان الافعال اللي سواها محمد في حياته ما كانت تدل ابدا، حتى حسب الشواهد اللي موجوده وحسب الاقوال ما كانت تدل ابدا على هذا الموضوع، بالعكس كانت تدل على شخصيه عبقريه ذكيه جدا. فما ادري اذا كان في مجال ممكن نناقش هذا الموضوع انا والاستاذ الضيف. طيب في مجال، بس انا بصراحه بدي يكون في صوره، بدون صوره لن اقبل، يعني انا لن اقبل بدون صوره. تمام، ولا يهمك اخوي. ما عندي، انا ما عندي اي مانع اخ حسين. بس هذا اللي عندي وما عندي اي شيء، واشكركم على مجهوداتكم. ما في اي مشكله اخوي حسين، اتصل السكايب عندك، تواصل معي اي وقت اللي بدك اياه، وقت اللي تكون جاهز. بس انا شرطي الوحيد انه نظهر الصوت والصوره، يعني بدون صوره يعني انا البرنامج قليل لا اقبل اصدقاء بدون صوره بصراحه، يعني ناد من النوادر. في اشخاص معينين ممكن يعني، بس غير انا لا اقبل يعني. هي المشكله سياسه البرنامج يعني. عيوني لك. تسلم يا طيب، تسلم تسلم، اشكرك اخوي حسين، اشكرك. طيب ابو الحكم، خلينا ناخذ اسئله. بصراحه كثرت الاسئله عندنا. بلال مؤذن النبي عم بيقول جان بعد إذنك تسأل أبو الحكم عن الدول الإسلامية الشيعية بالتاريخ، مكانها وزمانها، والفرق بين معتقدهم ومعتقد الشيعة الحاليين. طبعا المعلومات اللي عندي، المدن الشيعية كانت مصر في وقت من الأوقات دولة شيعية، الفاطميين حكموا بها، وأفغانستان وإيران وموجودين، والعراق طبعا، هاي الدول الرئيسية اللي موجودين بها الشيعة، كذلك لبنان بها الشيعة يعني، وحتى السعودية فيها شيعة، والكويت فيها شيعة لحد الآن موجودين يعني ملايين، مو بالسعودية ملايين موجودين يعني، مليونين ثلاثة أعتقد موجودين شيعة لحد الآن بالسعودية يعني. هاي الأماكن، والبحرين طبيعي، اليمن، هاي الأماكن الرئيسية اللي موجود بها. امتين ظهروا أول مرة صراحة لا أتذكر، ولكن إيران أعتقد أول دولة اللي يعني بكثافة صارت دولة شيعية، لأنه العراق الإسلام لما احتلوا إيران ودخلوا بها الفسمة المسلمين، صارت دولة مسلمة، وبعدين اتجاههم كان للشيعة لقرب إيران من العراق، والأحداث اللي صارت ارتبطوا بهم دينيا ووجدانيا يعني.
طيب أبو الحكم، خلينا ناخذ بعض الأسئلة، وبقي عنا تقريبا دقائق. يعني بصراحة في الأخ دارت عم بيقول: جان، كيف بدك تخلي مؤمن أن يأخذ ويفكر بالمنطق؟ بصراحة أخوي دارت، يعني أنا ما بقى، يعني كيف كل إنسان يفكر بالمنطق، كل إنسان عنده منطق، كل إنسان عنده عقل يفكر فيه، لكن مشكلة المؤمن إنه في مسلمات بعقله مخلي مخدر العقل، مخلي العقل نايم إلى أبعد الحدود. هلا ليش هو العقل نايم إلى أبعد الحدود؟ لأنه ما هو شايف أفكار أخرى. نحن هلا لما عم نطرح قدام المؤمن بس يشوف كلامنا، صدقني بده يبدأ التفكير إن شاء إن أبى اليوم أو بكرة. احتمال بالبداية يسبنا، يشتمنا، بعدين يراجع حاله، ولكن هي النقطة الأولى إنه يسمع الفكر الآخر، يسمعنا أول شيء، يسمع بعدين لحاله. خلال فترة معينة من الزمن، كل إنسان له طبيعته، له شخصيته، حسب المعلومات اللي بتصله، حسب العقلية اللي بيفكر فيها، ولكن في النهاية رح يصل العقلانية والمنطق في التفكير. طيب في سؤال آخر، أحمد بلال عم بيقول: شخص معانا يكتب عبري أو ما بدنا هي. كمان عم بيقول ميدل إيستن: أبو الحكم، كم كان عمرك عندما تركت الدين، وعلى أي مذهب كنت؟ طبعا المعلومة قلتها هواية. أنا كنت بعمر 27 سنة لما تركت الدين الإسلامي نهائيا، يعني قبل 30 سنة. يعني تركت الدين الإسلامي كليا، ولكن ما كنت متجه إلى الإلحاد، فقط كنت لا دين، يعني تارك الإسلام يعني. وعلى مذهب، أنا والدتي شيعية ووالدي من خلفية سنية. يعني أنت كنت متشيع متسنن؟ لا، سني طبعا، سني متشدد كنت. تمام. بدي أعقب على النقطة اللي جاوبت عليها أنت، المنطق تفضل. في نقل، يعني الشخص هو في احد الاصدقاء ناقشني بهالموضوع، قال لي: انتم ليش مركزين بمحمد وقصص محمد والاسلام؟ ليش ما تحجون بالعلم، ما تحجون شو اسمه؟ قلت له: هو ما يصير، يعني السكه فيها، سكه القطار فيها سك، يعني اثنين حدايد متوازيين، يعني يمشوا مع بعض، فلازم من طرق نفند الدين الاسلامي، نطلعوا الاغلاط اللي بيه، سواء علمي او طبي او منطقي، كلها نخلص منها، والناس الاخرين يتكلمون اللي عندهم اكثر يعني علم بهذا الموضوع، مثلا جان، الاخ رياض وغيرهم، اللي عندهم معلومات عنه يحجون بها، واحنا الناس اللي متشددين كالاخ احمد حرقان، الأخ الغياث مثلا، أو آني، يعني يمكن أقل منهم، يعني هاي اتجاهين لازم نمشي، طريق المنطق والعلم، وطريق آخر نفند الأشياء اللي حكوها محمد والصحابة. يعني لازم نسوي هذا وهذا. تفضل. أشكرك أخوي أبو الحكم. هو المشكلة بصراحة ما عندنا وقت كتير، وأسئلة كتير صارت، على كل راح نحاول نجاوب عليهم بس باختصار، يعني جاوب على الأسئلة المهمة. يعني أكيد. مالك عم بيقول: ما حقيقة موت أبو بكر ودفنه ليلا من طرف عمر بن الخطاب بدون جنازة؟ هل هي وفاة أم اغتيال؟ لا طبعا، قصة أبو بكر كانت اغتيال من الدرجة الأولى. طبعا أبو بكر سمم، يعني سموه، يقال إنه عمر بن الخطاب سمه لما ما وافق على بعض الأشياء اللي كان يسويها وتخلص منها بهاي الطريقة، وضع له السم وقتله يعني. ولكنه المصادر مختلفة، فيه اللي يأكد عليها وفيه اللي يكذبها يعني. ف
على الأكثر قتل بالسم يعني. أشكرك أبو الحكم. طيب الأخ خالد أظن عم بيقول، أخي جان بما أنكم تتحدثون عن فترة معاوية، السؤال هل فعلا يزيد ابن معاوية يكون ابن زنا؟ صراحة أنا ما عندي معلومات عن هذا الشيء، هو معاوية كان متزوج كثير نسوان يعني، ف يزيد كلهم اولاد زنا ما يعني، فما نعرف يا يكون اولاد، مو مهم هذا الشيء. انا برايي يعني يركزون مرات انه محمد ابن زنا، يعني احنا هالشيء ما يهمنا، احنا ما نعترف شيء اسمه ابن زنا وغير زنا، لانه البشر كلهم سواسيه، يعني اللي يولد من زنا مو انسان مو بشر تجي تعايره طول حياته، لا كلهم بشر. انا ما اهتم لهذه المساله ولا اخوض فيها، لانه انا اشوف البشر كلهم سواسيه بكل تاكيد، من زواج او غير زواج. وشنو الزواج؟ ورقه يعني. بالضبط، وحكي فاضي يعني. في دارت عم بيقول قول لجان ان يستضيف كافر مغربي هشام على هذه القناه. بصراحه انا يعني اوجه الدعوه لاخونا هشام، وانا التقيت باخوي هشام ولكن كان بالقناه القديمه يعني على اساس، وقت اللي التقيت فيه كانت القناة في عندها مشاكل عند الصير وقبل ما يقفلوها، فاضطريت نعمل اللقاء على قناة أخونا هشام. وإذا بتراجع القناة أخونا هشام موجودة، وعلى كل حال موجودة بها القناة يعني، ما عدت أذكر رقم الحلقة يعني. على كل حال أنا مسجل على هالقناة كمان اللقاء مع هشام. أنا أخونا كافر مغربي أنا حابب يعني أتعرف عليه، ويشرفني كثير يعني، نتمنى يكون معنا في اليوم بحلقة يعني. أكيد أكيد أنا راح أوجه له الدعوة، ولنشوف حسب وقته إذا كان قادر يلبي الدعوة يعني. طيب في أخونا أستاذ كفاح عم بيقول أريد المناظرة مع المتحدث، أظن مع حسين. على كل حال أستاذ كفاح إذا بس يراسلني لنشوف ممكن نعمل شيء من هالقبيلات. أحمد بلال عم بيقول جان كيف اليزيد رضي الله عنه قتل الحسين رضي الله عنه، حل الفزيرة بقى، شو رأيك تحلها أنت أبو الحكم؟ قلت لك احنا جبنا مثال انه القاتل والمقتول في النار، وبعدين رضي الله عنهما ايه، وبعدين يقول لك مبشرين بالجنة، ما أدري الله يدخلهم بالنهار الجنة وبالليل بالنار ولا عكس ولا كيف، ما أعرف. على فكرة بلال مؤذن النبي يعني، وهو بالفعل بلال اسمه بلال، هو مؤذن وصوته كثير جميل. رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنهم كلهم، المهم الله يرضى يعني. العمى الله هذا شد. على كل أخونا محمد أحمد ديلمي عم بيقول يا أخوان لنا طلب بسيط، لو سمحت مع احترامي الشديد لحرية الرأي، أنا أشجع بعض الشباب لمتابعة هذه القنوات وأمثالها، المشكلة أن سب الله ومحمد لا يشجع الشباب على المتابعة ويعرضنا للإحراج. طيب شو رأيك بسب الله ومحمد؟ طبعا أنا قايل عدة مرات أنا ما لا أسب الله، لأني لا أعترف به أصلا يعني، كيف أسب شيء ما أعترف به يعني. فأما سب محمد أنا أنتقد محمد يعني، ما أجي أسوي تعليق مثلا أقول هي شي 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 بمحمد، لا أنا أحكي تاريخ اللي صار، ولما أوصفه بالإجرام طبعا أنه هاي فعل اللي سواه أشوفه إجرام أني يعني. أنا مو عندي واهس يومية أجي أغلط على محمد يعني، مو هذا شيء مزاج عندي يعني. وأنا أشجع الجميع عندما ينتقدوني بطلون من كلمة هيك هيك بالله هيك 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 بمحمد. بصراحة الحكم يعني نحن ما عم نشتم لا محمد ولا الله ولا شيء، نحن عم نطرح فكر وعم نجيب من الأحاديث، ولكن نحن ما لنا مضطرين نقدس محمد يعني. نحن أصلا لا طبعا نقدس محمد ونقدس الله، ما كان أصلا طلعنا وحكينا يعني. إذا الانتقاد يعتبر شتيمة فهذا يرجع له، إذا مفكرين
ما حكينا بالطريقه المقدسه هن بيحكوها يعتبر شتيمه، هذا برجع لهم لمشاعرهم، هذا ما لي عنا من علاقه فيه، نحن ناس لا نؤمن في هذا الهراء، هذا نعتبره هراء بكل معنى الكلمه، وكلمه هراء اذا بتجرحهم تعتبر شتيمه، هذا بيرجع لهم، لانه هل هراء هذا هو اللي خرب بيتنا؟ يعني نحن ما ننتقد كمان على كل، بس يعني يضيف لك شغله، انه احنا لما يجي طاري هتلر اكيد الكل يقول لك مجرم وقتل ناس وغدار، احنا بنوصف الاعمال اللي سواها محمد بالاجرام والش اسمه، واحنا ما عندنا قداسه يعني لاي شخص سواء كان محمد او غير محمد، فاحنا نوصف هذا الشيء، لكن ما عندنا يعني مزاج انه يوميا نجي نقول هيك بالله وهيك بمحمد، ما يعني الا يعني نحن اصلا يعني فقط بالضبط نوصف الافعال هاي بالجريمه، يعني محمد قتل، محمد ارهابي، نحن نوصفه بالارهابي، هذا لا يعني انه نشتمه، هذا نوصفه وصف كما نراه لانه مو مقدس عندي، يعني مثل ما انا اوصف هتلر بانه مجرم وارهابي كمان اوصف محمد كمجرم وارهابي. على كل حال انا اشكرك جزيل الشكر ابو الحكم، كلمه اخيره اذا بتحب تقولها بهالحلقه هي تفضل. شكرا جان، طبعا اشكر جميع المتصلين، الاخت رانيا، الاخ بلال، الاخ الحسين، يعني هو الاخوين نوفا، يعني اشكرهم انه اتصلوا، واشكر جميع الناس اللي عرضوا الاسئله والناس اللي شاركوا ويانا بالتكست واللي شافوا الحلقه. احنا غرضنا من الحلقات نوصف الناس اللي انتم تقدسوهم، نوصف افعالهم شلون كانوا عايشين وش يسوون، من اللي مضموم عليكم بالتاريخ احنا نطلعه حتى هاي القداسه اللي من راسكم تنشال، يعني اريد شويه تتنورون، وهذا هدفنا الرئيسي من الحلقات اللي نسويها. وشكرا جزيلا، اشكرك اخوي ابو الحكم، واشكركم اصدقائي، طبعا ما تنسوا الاشتراك بقناه الجهر بالالحاد الحاليه اللي عم نبسم لنا، وقناة الجهر بالإلحاد الاحتياطية، شبكة تنوير شرق الأوسط وشمال أفريقيا، قناة أبو أخونا أبو الحكم إنسانيون، قناة أخوي أحمد حرقان، كل الروابط موجودة تحت الفيديو. أصدقائي أنا أشجعكم أنه تشتركوا فيها وساووا شير للحلقة هاي ولروابط كل الحلقات حتى يصل صوتنا لجميع الأصدقاء والأخوة أهالينا المسلمين المغيبين للأسف، واللي خايف يحط رابط الملحدين، يعني أنا أشجع يكتب نشوفوا الكفار شو عم بيحكوا، بس يعني مش ما يقول إنه والله هو كمان ملحد، يحط شوفوا الكفار شو عم بيحكوا بس، يعني يعتبر حاله مسلم ويوجه الفيديو على أساس إنه هو مسلم، وتعوا شوفوا الكفار شو عم بيحكوا، بس بدنا إياهم يشوفوا، حتى لأنه إذا شافوا ممكن يشغلوا الدماغ. أشكركم أصدقائي وأشوفكم بكرة بالساعة 5 بتوقيت لندن مساء مع نبينا سامي الذيب وحلقة أخرى من أخطاء القرآن. أشكركم أصدقائي وأشوفكم غدا، إلى اللقاء. باي باي.